السلام عليكم بنات، كديري لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك كرولي، ان شاء الله كنتمنى يعجبكم. عندنا المقادير 5 ديال البيضات صغار، المهم يعني الا كانوا كبار ديروا 4. عندنا كاس ديال الطحين الفورس، عندنا 4 كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، وعندنا نص خماره ديال الحلوه غنديروا هنا معلقه صغيره منها. غنديرو صاشيه ديال الفاني وشويه ديال الملحه. كنتمنى تتبعوا معايا ان شاء الله خطوه بخطوه. البنات كنديروا البيض والسكر وشويه ديال الملحه، وكنطربوا كنطلعوا هنايا ان شاء الله في الماكينه في العجانه، وكنخليو كيدور ان شاء الله حتى كيطلع شويه، ونوريكم نكملوا ان شاء الله خطوه بخطوه. حنا دابا غادي نخليه كيدور. بعد ما كطلع لينا كتولي هكذا، غادي نبقاو كنزيدو الزيت شويه بشويه، وكنزيدو الزيت وتبقى كدور ان شاء الله وكتخلط. دابا البنات بعد ما طربناه في العجانه كنشدوه كنبقاو درنا الزيت، كنبقاو كنزيدو في الدقيق شويه بشويه، وكنطلعو من الفوق لتحت كيف كتشوفو هكذا. نستمر على الطريقه حتى نكملو ان شاء الله الدقيق كامل كيف كتشوفو. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش عجانه ما عندهمش طراب كهربائي، راه تقدروا ديروها في المولينكس وتكملوا بيديكم بالطراب اليدوي. درنا معلقه ديال الخميره ديال الحلوه كيف كتشوفوا، راه درت المعلقه ديال صغيره ديال الخماره ديال الحلوه، واستمريت هكذا كنهزو من التحت للفوق. هانتوما كي كتشوفوا البنات هانتوما، ودابا ان شاء الله غادي نديروه في المول الكيك ديالنا وندخلوه للفران. خدينا لاطال، لبسنا ليها بابي سلفيغيزي كيف كتشوفوا، هذا ورق الزبده، دهناها بالزبده باش ما يلصقش لينا فيها الكيك ديالنا، وان شاء الله غادي نبقى كان دابا غنخويها في اللاطا كيف كتشوفوا. البنات الى تبعتوا هذه المقادير وهذا الشيء اللي عطيتكم راه كتجي الكيك رائعه فيه ان شاء الله. تبعوا معايا، غادي نسرحها مزيان في اللاطا. كنشدو الخليط ديالنا كيف كتشوفوا، الجينواز ديالنا كنسرحوه هنا، نسرحوه مزيان باش يشد لينا فورمه متساويه كيف كتشوفوا. كندخلو الفران ان شاء الله، ما كنطيبوش بزاف البنات لانه هو دغيا كيطيب تقريبا 10 حتى 8 دقائق. ها انتوما كيجي متساوي. دابا غندخلو البنات الفران ان شاء الله ونخليه يطيب، ومن بعد غادي نخرجو ونوريكم طريقه تزيين النتيجه النهائيه ان شاء الله. البنات بعد ما طابت لينا الجينواز ديالنا خرجناها، كنديروا هذا، كنديروا السيرو، كنديروا شويه ديال الحامض، كنديروا معاه نص كاس ديال الحامض تقريبا في نص كاس ديال سنيده، وجوج دويرات ديال الحامض انتم كيف كتشوفوا طريف نص حامضه تقريبا، هو باش غادي نسقيو الجينواز ديالنا. ان شاء الله نسقيوها باش نريليوها. انا راه طابت ليا شويه، نتوما حاولوا ما تخليوها، خليوها يصفر بحال هذا اللون هكذا لان
خليتها في الفرن حتى نسيتها شويه، طبطبت مزيان. نتوما حاولوا ما تلقوش عليها الطياب بزاف. بسم الله، هذا راه عندي باش نرجو ليها. غادي نخليوها هكذا كيف كتشوفوا، وغادي نخليوها واحد شويه ندخلوها للثلاجه حتى تجمع تبقى باش بقى لنا هكا دايره كيف كتشوفوا. ان شاء الله غادي ندهنوها بالشوكولات من الداخل، من بعد غنوري لكم الطريقه ان شاء الله. البنات، من بعد ما لويناها ودخلناها شويه للثلاجه كيف كتشوفوا، جبدناها باش نديروا ليها الشوكولات. هانتوما كتشوفوا درت شد الشوكولات ودوبته، درت معاه شويه الزبده، درته في حمام مريم، ودابا غادي نبداو كندهنوا كندهنوا فيها من الفوق كيف كتشوفوا. اما نبقاو كرولي وكرولي بهذا باش يسهل علينا العمليه ان شاء الله كيف كتشوفوا. هانتوما كرولي وكنشدو بالقاعد وحنا كرولي، وانتوما كيف كتشوفوا نبقاو فين ما رولينا كنجرو القاعد باش هذا نجرو بابي سولفوريزي باش نستحكمو مزيان في الدورة. هانتوما كيف كتشوفو حتى كان دورة كاملة. دابا غادي ندوزو لمرحلة التزيين البنات. البنات دابا غادي ندوزو لمرحلة التزيين ان شاء الله. انا خديت شوية ديال دانون، خديت كاس ديال دانون درتو هنايا، ودرت معاه الشوكولات كيف كتشوفوا. هانتوما دوزت الشوكولات ودرتو معاه كاس الدانون. نتوما لكم واسع الاختيار، ديروا اللي عجبكم. بغيتو سكر كلاصي ديروه فوقو، بغيتو دهنوه بالكونفيتير وديروا معاه الكوك اللي عجبكم، اي تزيين بغيتو ديروا ديروا. انا هذه الطريقه اللي درت. هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما كندير عليه الشوكولات هكذا. هانتوما كيف كتشوفوا، غندير شويه هنايا في قدام. غادي هاد البلاصه اللي هنا غادي ندير ليها هانتوما كيف كتشوفوا، درت ليها الشوكولات فرنيسيل. هانتوما دابا غنبدا كنزين شويه بشويه. غندير شويه الكوك هكذا، غنزيد ثاني ندير خطيط اخر هنا ديال التزيين. كيبقى اختياري، اللي عجبكم ديروه ماشي مشكل.
اللي عندكم في الدار اللي موجود ممكن انكم تديروا يعني هذا الوسط غنديروا فيه فيرميسيل ديال الشوكولات انتوما. البنات النتيجة النهائية ديال الكيك رولي ديالنا هي هذه، انتم شوفوا كي كتخرج، كتخرج زوينة، كتخرج رائعة. غطينا لها جميع الاماكن، هانتوما كتشوفوا من هنايا درنا فيها الشوكولات حبيبات، ودرنا الكوكو شوكولات فيرميسيل درنا في التزيين. وهذه هي النتيجة النهائية، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوها لانها بصح بصح انها بصدق انها كتجي رائعة وكتجي زوينة، وتبعوا معي جميع المراحل. شكرا على تتبعكم، شكرا على وفائكم، والى اللقاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.